السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بتكلم لكم عن أحد منتجات شركة وركشارب، وهو عبارة عن مسن تكلمت عنه في مقطع سابق، ولكن في هذا المقطع راح أتكلم عن الإضافات الجديدة على هذا المسن، ومن ضمن هذه الإضافات الحافظة اللي تشوفونها أمامكم، وراح تكون إن شاء الله تجربة هذا المسن مع الإضافات الجديدة على هذه السكين اللي هي أمامكم من شركة كرشو. لو تلاحظون حالتها تعبانة جدا، يعني واضح ان صاحبها ما كان يحافظ عليها. طبعا هذه سكين مولي، واعتقد اغلبكم يعني يحب انه يحافظ على سكاكينه ولا يخليها بهذا الشكل، طبعا انه بدون حد نهائيا، وان شاء الله راح نعيد يعني الحياه لها ونسنها في هذا. لكن قبل لا ننظفها وفككها بالكامل وننظفها، خلي اوريكم محتويات العلبه اللي امامكم والحافظه اللي امامكم. اولا هذا المسن انا تكلمت عنه بالسابق، تقدر تشتري مسن بروحه، تقدر تشتري الحافظه بروحه بدون احجار اضافيه، تقدر تشتري الحافظه والمسن معها وزياده الاحجار، وتقدر يعني انت واختيارك. يعني هذا المسن اشوف انه تفوق على مسنات كثيره، خصوصا بسعره وادائه. اولا بسم الله نفتح العلبه اللي امامكم او الحافظه اللي امامكم. طبعا هذه الحافظه تقدر تطلبها بروح بدون احجار وبدون مسن، وتقدر تطلبها مع المسن والاحجار، او تقدر تطلب هم بعد لا اله الا الله المسن ومع حجر واحد اضافي مثل ما تشوفون. الحافظه من داخل يعني ما شاء الله تبارك الله مرتبه، ويعني محافظه على المسن متماسك، وهني الاحجار اللي انا اتكلم لكم عنها الاضافات اللي مع. انا راح اوريكم المسن اولا بدون الحافظه بالمره، يكون يا خلينا نخلي هذا هني نجي هذه. هذا المسن أنا يوم طلبته يكون بهذا الشكل فقط، يعني شفت الحافظة هذه بدونها، ويا بس قطعة البلاستيك هذا موجود داخل الحافظة، لكن هذا المسن كامل. يعني تخيل إذا بتطلب عندك أكثر من اختيار، أما أنك تطلب الحافظة هذه بروح بدون إضافاتها يعني بدون الأحجار. أنا طبعا طلبتها وطلبت وياها هذه الأحجار، هم يخيرونك تبي الحافظة بروحها بدون الأحجار، أو الحافظة مع ثلاث أحجار، أو الحافظة مع المسن كامل. فأنا أفضل إذا ما كان عندك المسن بالمرة أطلبها كاملة الحافظة مع أحجارها، وما شاء الله يعني حتى جودتها ممتازة جدا. وراح الحين أوريكم الأحجار اللي يكونون إياها، طبعا يكون بهذه الحامل اللي موجود يثبت لك الأحجار. نشيل الحافظة بما أن حجمها شوي كبير. هذا الحجر الأساسي اللي يكون مع المسن اللي هو حجم 600، وعندكم السيراميك، وعندكم حجم 320. إذا طلبت هذه الإضافات الزيادة معه راح تحصل على 220، خليني أحاول أن أوضح لكم إياه، 220 و320 و400، يعني درجات يعني متقاربة أكثر، وهم بعد عطاك يعني درجة أقل من اللي موجودة معك. وهني عندك درجة 600 و800 وهم سيراميك، وهني حاطي لك قطعة جلد معها في ظهرها هني اللي هي السيراميك. هذه إذا كان عندك سكين مشرشرة تقدر تسنها في هذا المكان اللي بالخلف. يعني ما شاء الله تبارك الله. خلنا نشيل هذه الحمالة أو القاعدة. هذا المسن، المسن هذا أنا أشوفه وفر يعني جهد ووقت كبير، وهم خصوصا للي يبيله يعني سن يعتبر شبه احترافي ودقيق جدا، يعني حد ممتاز ما شاء الله تبارك الله. فأنا أشوف أن هذا أحد المسنات اللي تفوقت وأثبتت جدارتها بالسوق. يعني ما شاء الله عندك هني تقدر تحكم بالزاوية، طبعا أنا راح أشرح لكم بعض التفاصيل بسرعة لأني تكلمت عنها بالسابق، ما ودي أن أطول المقطع عليكم، وإن شاء الله راح أجرب هذه الأحجار بالكامل على هذه السكين ونشوف النتيجة النهائية اللي راح يعطينيها. لكن أولاً أروح أنظف هذه السكين وأرجع لكم. وهذه السكين بعد ما تم تنظيفها يعني ما شاء الله تبارك الله، بس باقي ننسنها وترجع سكين جديدة كما كانت، يعني ما شاء الله تبارك الله. لكن نصيحة للأخوان اللي يستخدمون سكاكينهم، بعد ما تستخدم السكين نظفها بأسرع وقت ممكن، خصوصا إذا كان دم. إذا استخدمتها في الصيد وصار عليها دم نظفها بأسرع وقت ممكن، لأن هذا يضر السكين،
وهذا المعدن اللي هو 8CR13MOV يعتبر من المعادن المقاومة للأكسدة يعني بشكل ممتاز وهم للصدى. لو كانت يعني السكين مثل معدن S90V وغيره من المعادن القوية راح تشوف أن السكين تأكسدت وصار الصدى عليها بشكل كبير، أما هذه يعني ما شاء الله تبارك الله بعد تنظيفها ردت كما كانت. وطبعا المقبض من الألمنيوم فهذا ساعد بسهولة تنظيف السكين. وإن شاء الله الحين أوريكم طريقة شلون نسن السكين بهذا المسن. طبعا تكلمت عنه بالمقطع السابق. عندكم أولا هذه القاعدة تقدر يعني تشد عليها، يعني ما تحتاج أي معدات أو أي مفكات، بس يعني شد يد بالإيد وراح تمسك بشكل مناسب. أولا ركب السكين بهذا الشكل وتحرص أنها يعني تكون بشكل متساوي، يعني النصل يكون متساوي يعني كذي. أنا أشوف أنها بالشكل هذا إن شاء الله أنها مناسبة، وتحاول أنك تبحث عن مناطق يعني ما تكون فيها يعني أي انحناءات كبيرة. هذا أنا أشوف كذي مناسب، بس بتأكد أنها ثابتة ولا لا بالشكل هذا إن شاء الله. ونبدأ نسنه نشدها. أنا راح أختصر المقطع قدر المستطاع، يعني شوف ما شاء الله تبارك الله سكينة الحين ثابتة ولا تتحرك، يعني إن شاء الله مع الضغط ما راح تحرك يعني. المسن عندكم بالقاعدة هذه هم تقدر تضغط بالشكل هذا من الخلف وتميلها، أو إنك تشيل السكين بالكامل وتغيرها، يعني ما هم معقدين شوي السالفة بهذا الأمر، بس يعني نعتبرها إن شاء الله أنها إضافة جميلة. وعندكم الدرجات، هنا الدرجة طبعا تحدد الدرجة اللي أنت تحتاج أنك تسن السكين فيها. وأما بالنسبة لدرجات السن معطينك ل 800، وهذا أنا أشوف أنه مناسب جدا، وبعدها تبدأ مرحلة السيراميك، لأن السكاكين العملية وهذا المسن للسكين اللي للشخص اللي يستخدم سكينة أنصح في هذا المسن، اللي ما يبي درجات توصل مثلا ال 5000 والبعض المسنات مثل عندك درجات المايكرون توصل إلى 120,000، اللي ما يبي هذه الدرجات اللي تعطيك لمعة مراية ويبي سكين عملي ويستخدمه بكل وقت، وإذا برد حد السكين يرجع يسنه، فهذا المسن هو الاختيار إن شاء الله المناسب لك. راح أولا أضيف يعني بالقلم اللي وياي هذا على الحد بالشكل هذا عشان أعرف اللي وين آكل الحد بالضبط، هل أنا ماشي صح أو خطأ بالشكل هذا. لو تلاحظون الحد الحين صار مغطى بالكامل من الجهتين، وهذه طريقة يعني راح توفر عليك وقت وجهد. ونبدأ بالحجر، طبعا ما راح استخدم الأحجار الجديدة، أنا راح أبدأ بلش من حجر 320 اللي أنا مستخدمه بالسابق، وراح نشوف درجة السن. طبعا هني في مغناطيس بالأعلى من تركبها راح يثبت وياك ونشوف. بسم الله، الحين الزاوية مثل ما تشوفون على 20 تقريبا، سحبة بسيطة بس بتأكد من شغلة. ممتاز ممتاز، لا يحتاج أزيد الزاوية شوي، هم محتاج أزيد هالشعرة، نزيدها بعد حبة. ممتاز ممتاز، تلاحظون الحين شلون درجة اللون اللي أنا كنت حاطه على الحد راح من منطقة اللي هي هني مشيت عليها المسن، يعني هذه الدرجة المناسبة، يعني أنا وصلت الدرجة المناسبة لهذا السن. وراح أبدأ بسن السكين هذه، وإن شاء الله راح أرجع لكم عشان لا يطول المقطع، لأن أشوف أن المقطع صار أطول من اللازم. راح أسنها وآخر مرحلة اللي هي الجلد راح أرجع لكم وأوريكم طريقة استخدام الجلد. وانتهينا من الدرجة الأولى اللي هي 320، يعني ما شاء الله تبارك الله، لو تشوفون شلون معطيني حد احترافي ونظيف ما شاء الله تبارك الله. إذا بتعرف شلون إذا انتهيت من الحد ولا هذا الوجه من السكينة يعني وصل للمرحلة المطلوبة وتنتقل للجهة الثانية، تحسس الحد بهذا الشكل. إذا حسيت بنفس السن يمسك بأصابعك فأعرف أنك انتهيت من هذا الوجه، فانتقل للجهة الثانية وسن إلى أن تحس أن الحد لف للجهة الثانية،
وبعدها انتقل للدرجة الثانية من الأحجار اللي أنت تستخدمها، مثلا 320 راح انتقل لل 400 ولا انتقل لل 600 ولا الدرجة اللي بعدها على طول. وطبعا إذا انتقلت للدرجات الثانية لا تحرص على هذه الحركة، هذه فقط اعتمدها أول السن فقط، أنك تعرف أنك أكلت الحد بالشكل المطلوب. والحين إن شاء الله راح انتقل للدرجات اللي بعدها وراح تتدرج بالدرجات وراح انتهي عند الجلد، وراح ارجع لكم بعد مرحلة الجلد ووريكم طريقة الجلد شلون تستخدمون إن شاء الله. ومثل ما تشوفون انتهينا ولله الحمد من جميع الدرجات إلى أن وصلنا الجلد، والحين بوريكم طريقة استخدام الجلد. الجلد ما تقدر تستخدمه مثل الأحجار مثلا يعني صعود ونزول، لا فقط نزول، لأن الجلد إذا صعدت على الحد راح يخرب ويتلف وياك، فبالتالي الطريقة المناسبة لاستخدام الجلد كالتالي، يعني تخلي آخر الجلد بالشكل هذا، وهم طبعا تقدر ترفع زيادة هني، يعني هذا خلنا نرفع زيادة بالشكل هذا وتقايس الحد بالشكل هذا. فإذا بتستخدمه تنزل نزول فقط، نزول وترفع وتكمل على الحد بالكامل. وهذه طريقة الجلد، فبحاول الحين انتهي منه بسرعة لأني ما راح أخذ في وقت طويل من الجلد. طبعا إذا أخذت كل ما طولت في الجلد كل ما أعطاك نتائج أفضل، لكن أنا لأن للمقطع اليوتيوب ما ودي أن يطول جدا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يمكن تشوفون اللمعة بينت وياي، مشكلة التصوير مو راضي يعطيني الزاوية اللي أنا بيها، بحاول إني أقلل على الإضاءة شوي. يعني ما شاء الله تبارك الله عطاني حد ولمعة ممتازة. ننتقل للجهة الثانية ونشوف النتيجة النهائية إن شاء الله. بسم الله، يعني هذه بس مسحته بس كم مرة، يعني ما أخذت يعني وقت وجهد وياي. وعلى فكرة ترى كل سكين وكل معدن وعلى حجم السكين ونوع المعدن راح تأخذ وياك يعني أما وقت أطول أو أقصر. كم مسحة بس من الجهة هذه، نعدل فيها الحد ونقول بسم الله ونشوف الحد مع بعض. ورجع اسحبه، نفتح السكين يعني ما شاء الله تبارك الله. شوف هذه ورقة عندي هي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا جماعة المسن هذا أنا أعتقد والله العالم أنه راح يتفوق على كثير من المسنات بمثل نوعه، خصوصا للأشخاص اللي يقول أنا إيدي مو ثابتة بالسن، فأنصحك بهذا. وعلى فكرة ترى أنا هذا طلبت الطقم كامل زيادة الإكسسوارات الإضافية طلبتها من أمازون، لكن حسب كلام العقالات اللي هو وكيل الوركشار في المملكة العربية السعودية قالوا إن شاء الله أنها راح يوفرون جميع الإكسسوارات من منتجات شركة وركشار، ومن ضمنها الأحجار الإضافية وغيرها من المنتجات الثانية لهذا المسن. فنصيحة اللي يبي له مسن عملي ويخلي وياه يعني بالسيارة ولا بالبيت ويبي يعني بسعر معقول، فأنصحكم في هذا المسن اللي هو من شركة وركشارب اللي يكون ثابت الزاوية. وهذا اللي كان عندي، وأنا أعرف أني طولت عليكم في هذا المقطع جدا وأعتذر على هذا الأمر، وجزاكم الله خير، وإن شاء الله نشوفكم في مقطع ثاني.